تخلق المستحيل، فصفات النبات يحملها الكفيف أكثر مما هو متاح حتى للأسوياء. إذا ما قارنا خصوصية المنحة الربانية في مربوط الذكاء الذي يتمتع به هؤلاء، ورغم مسؤولية المجتمع تجاه الكفيف في احتوائه وإعطائه الثقة من أجل التعاطي مع الحياة وفتح المجال للاستفادة من وجوده كإنسان ولكي يتصرف بثقة في ساحات الازدحام، كان لابد أن يكون هناك وعي إيجابي بهذه المسؤولية. ولأن العناية بالمكفوفين والكفيفات في بلداننا العربية ومنها بلادنا أمرا حديثا، فإن الإسلام قد أفرز مجتمع الرحمة والعدل والإنسانية، فانبثقت على أسسه دور ومؤسسات لرعاية وتأهيل أهل الحاجة لذلك، من منطلق أن بني البشر متساوون في كل شيء. من هذه المساواة ترجمت الأسس إلى واقع عبر عنه بمفهوم التكافل الاجتماعي. تتعلم اقرأ بالكتاب واكتب وتعلم الرياضة والإسلامية والعلوم والقرآن والقراءة. أماني؟ أيوه. ما جيتي تعلي في المركز؟ المركز؟ ما جيتي تعلي هنا؟ أيوه أدرس العلوم والإسلامية والرياضيات والبرايل ولوحة التيرر والقرآن. 51 53 55 54 55 56 58 59 67. وتوصلا لنهج ومبادئ إنسانية تربى عليها أبناء هذا البلد العظيم، كانت هناك تجارب في مضمار رعاية الكفيف وعلى وجه الخصوص الكفيفات. ولعل جمعية الأمان لرعاية الكفيفات واحدة من تلك التجارب التي حققت نجاحات في خدمة الكفيفات عبر أنشطتها المتعددة التعليمية والصحية والمعيشية، ومثلت وسيطا ووسيلة بين الكفيفات والمجتمع من أجل إدماجهن في المحيط المجتمعي وإخراجهن من محيط العزلة المجتمعية ولو شعوريا. بالنسبة لتعامل المجتمع مع الكفيفات مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى كان في إهمال وعدم اكتراث بوضع الكفيفة بصفة عامة حتى منتصف التسعينيات، في بالضبط في 95 بدأ الاهتمام بالكفيفة من خلال إحساسنا نحن بأهمية الكفيفة واحتياجاتها الضرورية. فبدأنا تم تأسيس أول مركز أو مدرسة خاصة بتعليم الكفيفات في عام 95، وهو معهد الشهيد فضل الحلاني لرعاية الكفيفات لتعليمهم. وبعد ذلك بدأ الاهتمام بتأسيس أول جمعية للكفيفات في اليمن، وتعتبر هذه المبادرة الثانية على مستوى الوطن العربي كله أن توجد جمعية خاصة بالكفيفات فقط بعد القاهرة. تأسست جمعية الأمان لرعاية الكفيفات في 99، وكان عدد عضواتها لا يتجاوز 30، وتطورت الجمعية بمرافقها وبإنشاءاتها وبمشاريعها، فأصبح عدد الكفيفات العضوات تقريبا 400 عضو في مختلف المحافظات. قبل هذه الفترة كما ذكرت لكم، لكن الآن أصبح هناك اهتمام كبير جدا بالكفيفة اليمنية وبتلبية احتياجاتها على مستوى المجتمع من وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية وما إلى ذلك. وأيضا المجتمع أصبح ينظر إلى المرأة الكفيفة ليس بنظرة الشفقة ولكن بنظرة الاحترام والتقدير والاعتراف بأهليتها للعمل الاجتماعي. من خلال جمعية مركز الأمان للكفيفات نوجه رسالة إلى المجتمع وإلى الأسر خاصة بالتعاون معنا، حيث نحن إلى الآن نجد صعوبة في التعامل مع الأسر. أكثر الأسر في المجتمع اليمني خاصة تنظر للإعاقة بنظرة إعالة، يعني أو عالة عفوا، تنظر إلى المعاق عالة على أفراد الأسرة. طبعا نلاقي صعوبات في الكفيف مع الإعاقة الذهنية. عندنا الإعاقة الذهنية بسيطة جدا، اللهم إن إحنا نتعامل معاهم بصعوبة،
يعني بحكم أنه كفيف وبحكم أنه أعاقة ذهنية، لذلك نجد صعوبة. فنتمنى يعني من كل أولياء الأمور أنهم يتعاملوا معنا أو يتعاونوا معنا كون إحنا ندرسهم، وطبعا في كل يوم نعطيهم مجال في التدريس أو نكتب لهم ملاحظات أنهم إنه اليوم تعلم كذا، نرجو متابعته في الذي أخذ نفس اليوم. في ناس يعني نلاحظهم أنهم بدأوا يهتموا، في أولياء الأمور ما نهائيا ما يهتموش بهم، لذلك يعني نجد صعوبة في هذه الأشياء منها. أولا بالنسبة للصعوبات التي نعانيها من المجتمع هي متعددة، وكانت في الماضي يعني بشكل كبير متواجدة يعني في الماضي، خاصة يعني من الناحية التعليمية، أنه كان عندما يتم تعليم الكفيفة في المعهد الخاص بالكفيفات يعني تعليم وتأهيلها بيتم دمجها في المدارس الحكومية، وهنا كنا يعني تكمن الصعوبات، يعني كنا نواجه العديد من الصعوبات، أنه الرفض التام من قبل إدارة المدرسة، أيضا صعوبة عدم توفر المناهج، أيضا ما فيش توعية في المجتمع أنه هذا الكفيف قادر أنه يندمج مع المجتمع وأنه يبدع ويتفاعل مع المجتمع وأنه في يوم ما يصبح يعني إنسان فعال ويشارك في بناء المجتمع. لا شك بأن لهذه الجمعية دورا مهما وأهداف إنسانية نبيلة أنشئت من أجلها، وبذلك يكون من الواجب على المجتمع التعامل بإيجابية مع هذه الجمعيات التي تقوم بدور هو واجب ومفترض علينا القيام به. فقط اقتضت مشيئة الله وقدرته أن يفقد عضوا أو مكونا فيه، فمن الضرورة إذن أخذ جانب الاهتمام بهم وعدم الانتقاص منهم.